الحواجز المتواجدة حول الحرم الإبراهيمي بكافة منافذه ربما تكون أكثر من 12 حاجزاً، بحيث يعني كل منافذ ومداخل الحرم وباحات الحرم كلها يكون عليها حواجز، لا يسمح بتجاوز أي حاجز إلا من خلال الاحتلال. المواطن الذي يأتي من المنطقة الجنوبية يمر على 4 حواجز، يسمى حاجز أبو الريش، ومن ثم يعني حاجز عمارة الزعتر، وحاجز ما يسمى حاجز عبد مقابل استراحة، والحاجز على بوابة الحرم. كل هذه تعتبر إعاقات لوصول المواطنين والمصلين للحرم الإبراهيمي بأريحية وسهولة. لكن الذي يأتي من المنطقة طبعا الشمالية وغيرها، يعني هناك حاجز رئيسي موجود على بوابة السوق، لا يسمح بدخول أي مواطن مهما كان، سواء كان كبير أو كان صغير أو امرأة أو مريض، إلا من خلال حاجز بوابة السوق، وهذا يؤدي إلى ازدحام كبير وتوافد أعداد كبيرة على البوابات، وهذا يعتبر أيضا من المعيقات على وصول الناس بأريحية وسهولة للحرم إبراهيم الشريف. يوم السبت يمنع رفع أذان الفجر والظهر والعصر والمغرب بحجة طبعا كما يبرر الاحتلال بإزعاج المستوطنين، لكن هذا إن دل هو يعتبر تعدي على حرية العبادة وتعدي على حرمة المسجد. وأنا أقول رغم وجود هذه الحواجز ورغم يعني قسوة هذا المحتل على هذه الحواجز ورغم التفتيش والتدقيق في البطاقات ورغم طبعا تحديد الأعداد، إلا أننا أصحاب الحق في هذا المكان لابد من المحافظة والمرابطة وإعمار هذا المكان. ما فيش أشطر منك هون، تطور قد ما بدك.